يسأل عن قضية الخلاف بين أهل الفتوى حول مسألة ستر الوجه وأنه واجب وأنه من الحجاب الشرعي، والكلام حول حديث أسماء رضي الله عنها الذي يستدل به من ذهب إلى كشف الوجه. نرجو القول الفصل، بارك الله فيكم. الوجه الله يجب ستره، يعني وجه المرأة إلا عن محارمها كأخيها وأبيها وعمها ونحو ذلك، أما من جهة الأجانب يجب سترها ستر وجهها لأنه عورة، وهكذا بقية بدنها عورة، ستر رأسها وجهها وبقية بدنها إلا عن محارمها. بفضل الله عز وجل كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تبين سبحانه ان الحجاب اظهر لقلوب الجميع، ومعناه ان عدم الحجاب يسبب الفتنه والحرج، والواجب على المؤمن والمؤمنه الابتعاد عن اسباب القبل واسباب الفتنه والحرص على اسباب الطهاره والسلامه. اما حديث اسماء الذي نوى اليه السائل فهو ان ابا داود رحمه الله في سننه روى عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها أسماء أخرى من بعض بكر زوج الزبير رضي الله تعالى عنه، وعليها ثياب الرضا، فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت 70 فإنه لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال تعلقه، هو حديث خاطئ وعيد بعيدا عن ثلاث احداها انه من روايه خالد بن دريد عن عائشه ولم يسمع منها، وهو منقطع ضعيف لا بد منه. العله الثانيه انه من روايه سعيد بن بشير وهو ضعيف لا بد منه. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد مذكور، وقتادة مدرس وقد عنها، والمدرس لا تقبل رواية إلا عنها حتى يوصل حق السماع، وعلى أرض صحته هذا لا يكون محمولا على ما قبل الحجاب، وبعد نزول الحجاب أمر النساء يشكرن وجوههن كما أخبرهن، هذا لو صح، مع أنه غير صحيح العلل الثلاث التي ذكرتها، لكن لو صح كان محمولا على ما كان قبل الحجاب، فان المراه المسلمه تكشف وجهها وكفيها من الرجال قبل الحجاب، ثم شرع الله الحجاب فامرنا بالشرك. قال عائشه رضي الله عنها ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين انما سمعت صوت صفوان المعطل في هذا المسجد ترجع، قالت لما سمعت صوته خمرت وجهي، وكانت اقرا هذه قبل الحجاب، فعلم بذلك انهن بعد الحجاب قد امرن بتحميل الوجوب وتعبئها. هذا نص ثابت في صحيح عن عائشه رضي الله عنها دال على ان النساء بعد نزول آية الحجاب امرن بتحميل الوجوب وعلى الحجاب. حديث أسماء لو صح محمول على الحالة الأولى، مع أنه كما عرفنا حديث غير صحيح، المعلول بالعلم الثلاث معه.